الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. والله انا ما مصدق، والله ما مصدق. انا سايق في امان الله، لقيت ان اتصالات جايالي من كل مكان بتقول لي انه خلاص، انه مشي. والله انا لغايه اللحظه دي مش مصدق، لكن هي دي مصر اللي احنا بنحبها. اي ان انا اروح اصلي صلاه الفجر، كنت اقول له يا رب اللهم اجبرني جبرا اتعجب له اهل السماوات والارض، اللهم اجبرني جبرا يتعجب له اهل السماوات والارض، اللهم اجبرني جبرا اتعجب له اهل السماوات والارض. والله انا اتظلمت، والله انا اتظلمت، والله انا اتظلمت، اقسم بالله العلي العظيم اتظلمت، والله العظيم اتظلمت. واي مسؤول هيقعد معايا ويشوف ويسمع هيعرف قد ايه انا اتظلمت، هيشوف ويسمع قد ايه انا اتظلمت. لكن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. انا اللحظه اللي انا عرفت فيها الخبر ده، انا قلبي، انا حاسس ان انا صغرت 20 سنه. انا امي في البيت قسما بالله، الست الطيبه العجوزه اللي في البيت دي، اللي بقالها سنين قاعده زعلانه على ابنها اللي هو كان موجود ملء السمع والبصر على الشاشات. امي انا حاسس ان هي صغرت 20-30 سنه، والله اقسم بالله. انا امي سايبها في البيت اما عرفت الخبر، والله العظيم قسما بالله صغرت 20-30 سنه، بقالها 6 سنين ما بتنامش وهي شايفاني، وانا مش عارف هو بيعمل معايا ليه كده وكان بيحصل معايا ليه كده. يا رب الحمد لله، والله العظيم الحمد لله، والله العظيم اللي جاي كويس واللي جاي خير، والله العظيم الحمد لله. احنا عندنا مواهب، ومصر عمرها ما تقف على شخص، مصر ولادة، والاعلام المصري بخير، وفي شباب زي الفل، وفي افكار زي. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.